هي أخر رئيس. شكرا. تفضل أخي مبارك حاج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنا ودي أبتدي في هذا البرنامج عمل الحكومة من عنوان برنامج عمل الحكومة. عنوان برنامج عمل الحكومة هو تعديل المسار. عن أي مسار نتحدث؟ أخي الرئيس، رئيس الحكومة، هل هو عن مسار حكوماتك الأربع اللي شكلتهم ولا نجحت؟ أم هو عن تعديل مسار الحكومات من سلفك؟ لذلك يجب أن يحدد هذا الأمر، عن أي مسار نتحدث وعن أي اتجاه إحنا ماشيين. اليوم حقيقة في خضم هذا البرنامج عمل الحكومة اللي أتانا تطبيق المادة 98 من الدستور، نتكلم عن برنامج عمل الحكومة في ظل استقالات وزيرين متتابعين. وزير معني بعمل برنامج الحكومة قدم استقالته، وأمس قدم استقالته وزير آخر، والمعلومات أن هناك وزراء سوف يقدمون استقالاتهم. أنا أعتقد هذا يدق ناقوس الخطر في الحياة السياسية الكويتية. أعتقد لا يوجد هناك حسن لاختيار الوزراء، بل أن منصب الوزارة أصبح منصب طارد وليس جاذب. وهذا سبيلنا للحديث عما سبق تكلمت عنه، وهو تطوير النظام البرلماني الكويتي. النظام البرلماني الكويتي في خضم هذه الأمور يتعرض لأزمة حقيقية، وهذه أزمة تحدثت عليها كثير من الكتب الفقهية، أزمة الأنظمة البرلمانية في الدول الديمقراطية. وأعتقد أن اللي نمر فيه هو تطور طبيعي لهذه الحياة السياسية البرلمانية الكويتية، وهذا يعتبر مخاض. وأعتقد أن نحن بعد 60 سنة من العمل البرلماني نحن الآن في حاجة لحكومة أخرى، وهي حكومة منتخبة في ظل هذه الأجواء السياسية الغير مستقرة، وفي ظل العزوف عن تولي منصب الوزارة. أخي الرئيس، برنامج عمل الحكومة أتى وبدأ، ولما بدأ من حيث لا يحقق طموحات. هو عنوانه جميل، لكن في الحقيقة لما نتساءل منين نبتدي، نقول برنامج عمل الحكومة أول ملاحظات عنه أنه تخلى عن ما يسمى معيشة المواطن، وإنما أصبحت ليست من الأولويات. وكل النواب في برنامج عملهم الانتخابي تكلموا عن تحسين معيشة المواطن، أصبح هذه ليست من أولويات البرنامج عمل الحكومة، وإنما بدأ بمطالبة الدين العام وبفرض ضرائب مستثرة على المواطنين، وهذا لن نقبل فيه، وهي الضرائب المستثرة على المواطنين أعتقد أنها عن طريق الخدمات التي تفرض، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. البرنامج كثير من كلامه قال تدشين، لكن على أرض الواقع ما في شيء. أنا أعتقد البرنامج خلى حقيقة من أمر جدا هام، خلى من أمرين. الأمر الأول هو حماية الوحدة الوطنية، والأمر الثاني هو لم يتكلم عن استيعاب أعداد شبابنا الموظفين الذين سوف يدخلون في سوق العمل خلال 10 سنوات القادمة، وهو تقريبا في 200,000 مواطن ومواطنة. حماية الوحدة الوطنية يأسفني حقيقة لما يكون حماية الوحدة الوطنية الناس اللي يجب أنها تدرس القانون الدستوري وتتكلم عن القانون الدستوري يضربون بالوحدة الوطنية ويفرقون بين المواطنين. أين هذه الأولوية من برنامج عمل الحكومة؟ أبد صمتوا صمت القبور، لم يتكلم أحد من الحكومة عن هذا الأمر. إحنا أهم جو نكون له الوحدة الوطنية، ومع ذلك الناس ما تدري عن هذا الأمر وساكتة، كأن هذا الأمر جايز لهم. أنا ما أفسر هذا الأمر إلا جايز لهم. الأمر والهوم كبيرة أخي الرئيس، لكن هذه الأمور يجب أن لا يسكت عنها، وأن تحاسب الحكومة عن هذا الأمر. إن لم تحاسب الذي يضرب الوحدة الوطنية واللي درس القانون الدستوري ويصنف المواطنين الكويتي بالتأسيس والكويتي بمجنس، وين وصلنا؟ أنا ودي أركز على مواضيع كثيرة لكن شغل فيديو. أهم الموضوع أخي الرئيس اليوم عندنا للمواطنين هو حياتهم. أخي الرئيس، اليوم الطرق متهالكة، واليوم برنامج عمل الحكومة يقول سوف ندشن هذا الأمر خلال الفترة القادمة، سوف نكون في هذا الأمر شركات أجنبية وغيره وغيره، لكن على أرض الواقع ما في شيء. خلال سنة كاملة من تولي الحكومة هذه الأمور ما في شيء. هذا طريق الموت، طريق بين رابط بين سعد بين الدائرة الرابع والدائرة السادس، طريق عبد الله صباح الناصر، طريق موت. هذا كل يوم فيه ميت إنسان، كل يوم فيه مصاب إنسان. طريق الآخر طريق في مناطق داخلية في منطقة القصر وغيرها، ومناطق المحافظة كلها، محافظة الجهرة والفروانية كلها تئن. شغل الفيديو هذا الله يخليك، أنا عندي فيديو. هذا مواطن يشكي همومه وداز لي هذا الفيديو، يقول شوف شارعنا شلون صاير، وعمك أصمخ. عمر يقول لو بغلة عثرت في العراق لسأل عنها عمر.
ونحن كنا نطالب بحق بغلة عمر فأصبحنا نطالب بحق بغلة نملة سليمان، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أخ الرئيس كل واحد. شكرا لك مبارك، شكرا لك، شكرا لك حمد عيال.